كده سعيد. صباح الخير يا يوسف، مش بتفطر ليه يا يوسف؟ وعملت له كوبايه اللبن دي بالعافيه عشان يشربها، زي ما الدكتور قالت لازم يتغذى عشان الجرح هو، وده مكان برضه الخبطه هيجي اسمها الجرح اللي فيه. اشرب يوسف اللبن يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي متابعيني، صباح الورد والفل والياسمين على عينكم يا احلى متابعين. حبيت تشاركونا الفيديو النهارده، وده كده كان يوم الجمعه، كل جمعه وانتم طيبين. وبدات يوم بيوسف زي ما انتم شايفين كده عشان اشتكي لكم منه، ما بيرضاش يفطر خالص، وكمان والله كوبايه اللبن ما كملهاش ولا شربها، يعني مش عارفه اعمل معاه ايه. طبعا زي ما انتم شايفين الدكتور قال يعني الجرح كبير ولازم ان هو يتغذى كده عشان الجرح يلم. فطبعا بشكر اي حد سال عليه بالتليفون او جالنا البيت ومتابعينا وحبايبي اللي كتبوا لي تعليقات وقالوا الف سلامه. بقول لكم يا رب ما تشوفوا مكروه ولا اي ضرر خالص في ولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويعني ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا الفيديو اللي فات انا زعلانه منكم الفيديو ما اقترحش، يعني طبعا سمعتوه زي ما طلبت منكم، سمعتوه فتره طويله، بقول لكم ربنا يخليكم ليه يا رب وشكرا. لكن ان في طبعا ان ناس دخلت ونسي يحطوا اللايك، فطبعا الفيديو ما اقترحش وما ظهرش في يعني على الصفحه الرئيسيه لليوتيوب، فطبعا عشان كده الفيديو اللي فات كان نازل خالص. فاتمنى بقى كده الفيديو ده تعوضوني طبعا عشان الفيديو يقترح. ما تنسوش تحطوا اللايك وتسمعوا طبعا يعني زي ما قلت لكم كده ولو بس 4 دقايق من الفيديو، يبقى جزاكم الله خير. طبعا هنا هقول لكم بقى كده ايه اللي حصل ليوسف، وايه طبعا كنت عامله فيديو طبعا العشه بتاعتي طلعت وما لقيتش العشه ومش عارفه ايه، وقلت لكم كان يوسف واصحابه هم اللي اتلموا بقى كده كام واحد وعملوا عشه الطيور. طبعا فبعدها لقيت ناس مقابليني او يعني كام واحده كده، يوسف عمل عشه وخد ومش عارفه ايه، فطبعا يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، فالعين جت في زي ما انتم شايفين كده، والحمد لله. طبعا يعني مش عايزه اقول يعني طبعا انا سبب، لكن كله تبقى نصيب ويقدر الله ما شاء فعل. يعني زي ما انتم شايفين كده طبعا يا دوب تاني يوم والله على طول، اول ما قلت اللي حصل وقلت يوسف عمل عشه واصحابه وعايز يجيب حمام ومش عارفه ايه، ولقيت اللي حصل. فالحمد لله ده كده 7 غرز، يعني قدر الله ما شاء فعل، وربنا يتم شفاعه على خير يا رب. وبشكركم مره تانية حبايبي المتابعين. طبعا كان خلاص بقى كده كان صلاه الجمعه، وكنت بحضر هنا في الغداء اهوت، كنت عملت محشي الكرنب ومقوره البتنجان عشان احشيه، وكنت الفراخ عكنت على البوتاجاز. طبعا هنا قلت بقى كده ارقيه كده وابعد عنه كل عين حاسده وكل عين حقوده بتبص لنا، فربنا يا رب يعافيكم ويعافينا جميعا من اي حد ومن اي حاقد وحاسد ينظر لاي حد. طبعا الحمد لله الواحد ما بيبصش لاي حد خالص، والله في حالي 24 ساعه ماليش دعوه بحد، ما ببصش لحد، فالحمد لله كده ده نعمه من عند ربنا لما يخلي كده الواحد يعني ينشغل بنفسه وبحاله احسن ما ينشغل بالناس ويجيب سيره الناس، فده طبعا بيبقى ربنا سبحان الله والعياذ بالله كده ربنا مسلط على نفسه اللي يبص لحد ويحسد حد ويحقد حد. فربنا يكفينا ويكفيكم يا رب شر كل حاقد وشر كل حاسد. طبعا يا حبايبي يعني اسفه لو قلت الكلام دوت ليه، عشان زي ما قلت لكم انا لما قلت على طول في الفيديو تاني يوم لقيت اللي حصل، فالحمد لله. طبعا انا كنت بحضر في الغداء اهوت علشان هاخده ونروح بقى كده، طبعا يعني هناخد يوسف بقى، يعني ايه زي ما قلت لكم مش هنسيبه قاعد، يعني هو عايز يغير جو، هو كده خلاص عدى الاسبوع. فقال بقى يا ماما تعبان وزهقت وعايزه امشي. طبعا ما كانش بيروح دروس، ما كانش بينزل، وما كانش هو زي ما انتم شايفين كده من الاوضه للصاله يعني يا دوب بس كده، وزي ما انتم شايفين. فقلت بقى كده ناخده ونغير جو يوم الجمعه، طبعا انا واولادي وجوزي نتلم كده، وكانت اختي برده جوزي جاي لنا وهتقعد معانا يعني جايه تشوفه برده، ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم. اخوات زوجي كلهم جولنا وسالوا على ابني، ربنا ما يحرمنا منهم ابدا يا رب. وطبعا هي برضو كانت جايه عشان تقضي معانا يوم الجمعه دوت وتشوف ابنه وتطمن عليه، فقلت بقى كده فرصه اخد الغدا ونروح بيتنا التاني. طبعا هو زي ما انتم عارفين هو في مسجد وهنقعد بقى كده هناك، وقلت يلا يوسف عشان نقعد كده ونغير جو. وكمان انا وجوزي اخر اليوم هنروح برضو بنت عمه تعبانه بقى لها كانت اكتر من اسبوع، كانت محجوزه في المستشفى وبعد كده روحت البيت، فقلت برضو كده جوزي قال لي عشان نروح نزورها، فسيبنا ابني مع اخواته ومع كان برضو اصحابه جم يقعدوا معاه وكده، وده كده كنا وصلنا خلاص بيتنا التاني اهوت.
فدخلنا بقى كده طبعا كده قعدنا يعني كسلنا كمان نطلع فوق، فقعدنا في مدخل البيت ويكون قاعدين بقى كده عشان نتغدى، واخته كانت يعني على وصول هتيجي وتقعد معانا وكده، فكنت بحضر كده عشان اللي نصف في حاجه، وزي ما قلت لكم قبل كده كل لقمه بتنادي اكل، فحطينا بقى كده علشان نتغدى اهوت. واخت جوزي جت وطبعا يعني ما رضتش تتغدى والله يعني بالعافيه، على ما شربت كمان الحاجه الساقعه وقعدت معانا وما رضتش تتغدى. فالحمد لله ربنا كده يا رب يديم المحبه ويديم الموده كده بين كل الاخوات وبين الناس جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. وزي ما قلت لكم يعني قلنا بس نمشي كده ونغير جو عشان خاطر ابني، طبعا ما ينفعش ان احنا نسيبه اسبوع في مكان واحد، فلازم كده يغير جو. فخدناه كده وسندنا يعني ركبناه المكنه بتاعت والده وسندناه كده وخلاص، وصلنا زي ما قلت لكم عشان نغير جو. وده كان فيديو معاكم النهارده، وزي ما قلت لكم هناخد بقى كده جوزي هياخدني ونروح عشان نزور بنت عمه، ده طبعا صله رحم وربنا وصلنا عليها، ما ينفعش ان احنا طيب المشوار اه بعيد عنا بس حتى لو بعد المسافه، بس ما ينفعش ان احنا ما نسالش على اهالينا ودمنا ولحمنا، فلازم ان احنا نروح برضو ونزورهم ونودهم. وده زي ما قلت لكم كده كان فيديو معاكم النهارده، واتمنى كده تحطوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه، ويلا بقى كده اشكروا الله وقولوا ما شاء الله، عشان طبعا ما صلناش على النبي في اول الفيديو، فلازم كده ما ننساش في فيديوهاتي كلها او في قناتي لازم كده نذكر الله ونقول ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاه تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الامال وتشفي بها كل مريض. اللهم اشفي ابني يا رب واشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. وزي ما قلت لكم حبايبي ومتابعيني ده كده كده خلاص كنا بنتغدى اهوت عشان اخت زوجي جاي في الطريق، وكمان هناخد بقى كده اللهم صل على سيدنا محمد ونروح نزور بقى كده بنت عمه. وهنا يوسف بقى بيسلم عليكم اهوت، وطبعا يعني شوفوا بالعافيه والله قاعد اهوت مش هات راضي يمد ايده عشان يتغدى معانا. وادي بقى كده عملنا الشاي وبقى يوم كده من زمن الفن الجميل، وقعدنا بقى كده نسمع زي ما قلت لكم قعده بسيطه وقعده جميله وحاجه كده حلوه يعني، دي كده في مدخل البيت. وقعدنا القعده اهيت، وكانت اخت وزوجها هي عمتي كانت قاعده معانا اهيت، وشويه بقى كده نجيب فيلم من زمن الفن الجميل والقعده الحلوه، شويه نجيب قران شويه نجيب قصه، يعني الحمد لله قضينا يوم جميل. ربنا يسعد ايامكم يا رب ويسعد قلوبكم جميعا حبايب متابعيني في كل مكان، وما تنسوش كده بدعوه حلوه واللايك وما تنسوش بقى كده برضو تعليق حلو كده، ربنا يسعد قلوبكم يا رب جميعا. وده كان فيديو معاكم النهارده، وخلاص كده ختمنا يومنا وهنمشي بقى كده زي ما قلت لكم على بنت عم جوزي يعني عمتي برضو، عشان كده نروح نكبر بخاطرها برضو ونطمن عليها، ربنا يتمم شفاها على خير، اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.